أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الأهمية المحورية التي تشكلها إقامة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على أرض مملكة البحرين. وأشار القائد إلى أن استضافة المملكة لمعرض كوميكس البحرين للتكنولوجيا 2023 يعكس ما تحظى به المملكة من مكانة وسمعة إقليمية وعالمية في مجال تهيئة المقومات البيئة والجاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى دور مثل هذه المعارض في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة لاستضافة مختلف الفعاليات والمؤتمرات في المنطقة.